في إطار الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي والتي بدأت في 1 من تشرين الأول والمستمرة لغاية 30 من شهر تشرين، تم استقبال عدد كبير من السيدات في عدة مراكز للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي تضم فحص كامل للسيدة مع صورة ماموغراف. كاميرا الإخبارية السورية رصدت أجواء المركز في مشفى دمشق وكيفية آلية العمل المتبعة لفحص كل سيدة. هي الحملة هي تقريباً صار لها فترة عم تنعمل كل سنة، والسنة كان في لها دعاية قوية كتير، حملة جداً مهمة لكل السيدات، لأمهاتنا، لسيدات الوطن كلهم. طبعاً الحملة مجانية 100%، تشمل جميع الفئات العمرية. تجي السيدة لعنا بتتوجه أي مركز من المراكز المؤهلة لهالموضوع هذا اللي فيها التجهيزات، تشرف لعنا، في عنا طبيب جراحة عم يفحصها، بيعمل فحص سريري، بتتعبى الاستمارة تبعها، بتاخد معلومات عن قصة المرضية السابقة، شو في عندها سوابق، بعدين بنعمل لها فحص الماموغرافي مجانا. هلا في حال لقينا نحن أي مشكلة بالماموغرافي دغري بنحولها بنعمل لها إيكو سدي كمان مرافق عشان نعطي تقييم وصورة كاملة عن الوضع الصحي لهالسيدة. المرضى كلهم بيجوا تقريبا بين الساعة 8:30 و10، بنسجل أسمائهم كلياتهم، بعدين أثناء بنبلش وحدة وحدة بنفوتها على دورة. بتم الدكتور طبيب الجراحة بياخد القصة، بياخد بيعمل لها الفحص السريري وبياخد القصة تبعيتها، ومسجل كمان معلومات المريضة على بروشور مثل هالورقة هاي كلها معلومات إذا كان في عندها مشاكل مرضية من قبل أو سرطانات أو أي شيء تاني أو كتلة كانت من قبل وهلأ جاية تعمل لها مراجعة مرة تانية بالثدي أو التهابات. كثير من السيدات جايين في عندهم حالات خوف كبيرة من تصوير المامو، يعني هني فكروا أنه هي شيء يعني شيء بيخوف او بيعطي اشعه كثير او هيك، فنحن بنطمن المريضات لانه كثير بتكون حالتهم النفسيه مرهقه، بنطمنهم وبنصورهم بناء على التصوير شو بيطلع معنا. في بعض حالات بتطلع فيها افات معينه فبنعمل لها ايكو للمريضه بناء على اساسها، اما قد تحتاج بعض المريضات الى خزعه وقتها بيجي طبيب الجراحه بيعمل لها خزعات وبنبعثها على التحليل، وفي بعض المريضات لا بتكتفي بس بالايكو. هي حملة هدفها نشر الوعي عند كل سيدة للفحص الكامل والاطمئنان والكشف المبكر عن وجود أي ورم في حال حدوثه لتفادي تفاقمه والوصول إلى نتائج جيدة في حال تم الكشف المبكر عنه، وهو خطوة تبدأ منها كل سيدة لتشجيع الباقي للفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي. هاي الحملة مجانية ولصالح كل امرأة في سوريا، وبتمنى كل النساء يجوا يعني طبعا يفحصوا بدون أي تردد، وفي تعاون كتير يعني هون بالمشفى وكل الأمور متسهلة للمرضى هون. والله أنا شفت الحملة وإجيت، يعني ما حد يعني قال لي ولا شيء، أنا جيت لحالي. سمعت على التلفزيون حاطينا والجيران وحملت جينا نطمن على حالنا شوي. شو بتقولي لكل سيدة مثلك؟ الوحدة تجي تطمن على حالها. مرافق البنتي جبتها شعرت أنه في عقد طالعات جوا قبضها، فشكينا أنه يكون فيها سرطان مبكر، قلنا نجي نفحصها. جهود كبيرة تقوم بها وزارة الصحة من خلال دعم المراكز وتقديم الفحص بشكل شبه مجاني لتتمكن جميع السيدات من إجراء الفحص المبكر، إضافة إلى حملات التوعية لتشجيعهن لإجراء الفحص الكامل عن سرطان الثدي.